بوابة صحراء، منطقة مليئة بالحياة والجمال، ألواحة وما تنتجه من فوائد للإنسان. اللاجمي، هذا المشروب الساحر يحبه الجميع ويساهم في مزيد تمتين العلاقة بين الإنسان والنخلة. حاليا نجم نقول له لاجمي هذه، علاش نولوا نحوها هذيك اللي شو اسمها فيها الجمار من داخل هذاك، نحو السيقضايا من داخل ولا نقول له نتخلصوا من هذاك، ولا يخرج الجمار يخرج اللاجمي. جريمه باش انسان مثلا يقتل دقله ولا كذا، هي معناها ثم نوعيه نتاع نخل، معناها نحبوا نتخلصوا منها سوفاج، معناها ما هيش الكاليتي نتاع التمر نتاعها ما هوش باهي. انا جاك محمد ثم معنا ناس تحدث يقولوا معنا صغير كي يبدا معنا النمو نتاعها مش باهي، يبدا معنا عندها بيرتيرباسيون معناها في الانتستان وفي الواحد، يعطوه اللاجمي معناها يولي اموره واضحه، معناها يكون ميديكامون معناها دواء يدويه. اللاجمي اختلفت استعمالته بين اللاجمي الحي والميت والعباره لاهالي المنطقه، بين تناوله بدون تاثيرات وبين تاثيرات تعادل شرب الخمر، بإضافة مواد عديدة منها الضار لصحة الإنسان. الخميرة هنا بقاش نقدوها هنا، يما بالكسكسي ولا بالقمح، نولوا نخمروها نغسلوها وتشيح ونقدوا لها الطرف نتاع ربح، ونولوا نصبوا لها اللاجمي الحلو كي تخدم 3-4 أيام، نولوا هنا نهبطوا النخلة تظل فيها 5-6 لتر، نصبوا لها هذا اللاجمي السمح اللي باش نشربوا الأرواح. اما اللي باش يستعمله يولي مثلا 10 لتر نتاع لاجمي حلو، يخلط له 6-7 كيلو نتاع سكر، تولي 20-30 لتر نتاع ماء، هذا اللي عيبيع. اللي يستعملوا فيه في حوايج معناها بعيد على العقل، يحطوا له في الامونيتر، يحطوا له في 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 في, في الكادافر، يحطوا له حوايج باش تخمره هو باش وين يحطوا له كاكا وين يولي اقوى، معناها اقوى معناها في تغييب الوعي، وين اقوى في تغييب الوعي وين هو يزيد شيخ، فهمت كيفاش؟ يخرج على الوعي. نصحهم السكر زايد لأن مضرة صافية، ويعمل جلف هكا، جلف معك الردال اللي يجي ما بين الصفاق والجلد نتاع البطن. إذا كانت هذه واحدة من سلبية استعمال اللاجمي على صحة الإنسان حسب عم نصر، نسمع مع بعضنا عم يونس شنو باش ينصحنا. فلذلك والله ننصحوا نحن الشباب نتاعنا باش يرجع معناها للفضيله نتاعه، ويرجع لاصله، ويرجع معناها للقيم الاسلاميه، ويرجع معناها للقيم المجتمع الاصيله، ويبتعد على تعاطي الخمر وتعاطي معناها الخطر، معناها الطريقه هذا ما عنده وين يوصل معناها. اللاجمي هو مشروب مميز ابهر حتى السياح. 100% ناتشورال.